تكيسات الموبايل. اوكي، تكيسات الموبايل هي عباره عن خلل هرموني. تمام تمام. بيصيب النساء في سن الخصوبه، يعني من التينيج اللي هو 16 17 سنه حتى 40 سنه. يعني هو شكل المبيض بيتغير؟ يعني هي البنوتة ما بتتولدش بيه كده؟ لا، هو هما بيتولدوا بيه كده، بس مش بيتولدوا بيه كده، هو بيبقى كده عند سن البلوغ او سن الخصوبه. اول ما البنت يعني يبدا شكل المبيض يتغير نتيجه للتغير الهرموني ده في السن بالظبط سن المراهقه. تمام. احنا بقى يعني في الشكل ده عايزين نظهر صوره المبيض. اوكي. تمام. عشان برضو المشاهدين يعرفوا الفرق بين المبيض المتكيس والمبيض العادي. تمام. خلاص، الصوره اللي هي مكتوب عليها نورمال اوفري دي، خلاص ده منظر المبيض الطبيعي. اوكي. تمام. المبيض اللي هو الطبيعي البويضه بتاخد دورتها العاديه جوه المبيض. بالظبط. البويضه الطبيعيه علشان تخرج ويحصل اخصاب، او عشان الست تحمل، او حتى البنت يجي لها دوره شهريه، البويضه دي محتاجه توصل ل 18 ل 20 مللي خلاص في الحجم عشان تخرج. طيب ايه اللي بيحصل بقى في الصوره الثانيه بتاعه تكيس المبايض دي اللي هي مكتوب عليها بوليسيستيك اوفري؟ خلاص، في الصورة دي اللي بيحصل ان البويضات مش يعني بتكبر. الدكتورة الطبيعية عشان برضو الناس تبقى عارفة اللي هي فيها دواير كبيرة. بالظبط. دي هي الطبيعي. ده الطبيعي. دي البويضة من المبيض الطبيعي بتاعنا. بالظبط. البويضة بتاخد دورتها الطبيعية وبتخرج بقى بره المبيض. بالظبط. اللي على جنبه اللي هو فيه بقى تكيسات او بالزبط. فيه اللي هي اسمها نيكولاس ابيرنس، اللي هو ايه؟ اللي هو شكل العقد اللولي كده. عبارة عن ايه؟ عبارة عن دواير صغيرة 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 على جدار المبيض او على حواف المبيض. خلاص، اللي بيحصل ان البويضه مش بتكبر وبتوصل للحجم اللي احنا قلنا عليه، بس في الاخر في حجمها بتوصل 2 مللي ل 9 مللي. يعني هي بتفشل في رحلتها للخروج. هي مش بتعرف اصلا توصل للحجم اللي احنا اتكلمنا عليه، بتقف عند 9 مللي او 10 مللي بالكتير قوي. تمام. خلاص، دوره مع دوره مع دوره مع دوره مش بتخرج. خلاص، في كذا تكيس بقى. بالظبط. تعمل بقى المنظر اللي احنا اتكلمنا عليه ده، اللي هو ده منظر تكيسات الموبايل. تمام. هنتكلم بعد كده عن المنظر ده، هل لازم اي عيانه تشوفها بالمنظر ده نقول عليها ان ده تكيسات موبايل؟ ده هنيجي له الكلام الجاي ان شاء الله. طب يعني احنا مبدئيا ان تكيسات المبايض ان هي بيبقى البنوته او الست المبيض بتاعها فيه كذا بويضه ما عرفتش تخرج وتمشي في طريقها الطبيعي. بالزبط. فبيبقى شكل المبيض زي ما حضرتك وضحته لنا في الصوره. طيب هل كل الستات اللي عندها تكيسات دي عندها تكيسات مبيض ولا ممكن عادي يبقى طبيعي؟ اللي هي اللي حضرتك كنت بتقولي يعني في فرق بين التكيسات والمتلازمه. بالظبط. هو ده الفرق اللي احنا بنتكلم. حاجه اسمها بوليسيستيك، انا اسفه جدا هتكلم بس انجلش. تمام. بس لحظه، بوليسيستيك مورفولوجي وبوليسيستيك اوفيريان سيندروم. المتلازمه دي هي السيندروم، بوليسيستيك اوفيريان مورفولوجي ده شكل المبيض المتكيس. الاثنين بيجتمعوا في نفس الشكل اللي احنا كنا جايبينه دلوقتي. أيوه. خلاص، بس الفرق في المتلازمه ان الست عندها اعراض تانية بقى. خلاص، بتيجي بنفس الشكل يعني بتاع المبيض ده العادي اللي هو شكل العادي المبيض العادي ده بيبقى طبيعي، هي مولوده بيه ما عندهاش اي مشكله. بالزبط. فيه والمبيض بتاعها الوظيفه او الفانكشن بتاعته شغاله حلو جدا، شغاله كويس. هو شكله كده. خلاص. وعلى فكره ده في الغالب بنكتشف صدفه. تمام. يعني هو اوريدي البنت عندها اعراض تانية، دوره شهريه منتظمه، ما عندهاش اي اعراض اللي هنتكلم عليها بعد كده، بتجيلنا عادي جدا واحنا بنبص عليها في متابعه الحمل او في اي فحص بنعمله سونار بنشوف المبيض بالشكل ده. بس هو يعني مش حاجه مقلقه خالص. طيب بالنسبه للسندروم بقى، السندروم ده بيبقى ازاي؟ المتلازمه هي دي الاساس وده اللي بيخوف الناس جدا. خلاص، متلازمه تكيس المبايض هي عباره عن المنظر اللي احنا شفناه ده، بلس ان احنا هنتكلم في ثلاث نقط اهم حاجه بالنسبه لنا كدكاتره نساء، وهي ايه؟ اضطرابات الدوره الشهريه. خلاص. يعني ايه؟ يعني البنت في الغالب الدوره مش بتجيلها كل شهر. خلاص، وده اكتر حاجه بتخلي الامهات يخافوا جدا على بناتهم وييجوا لدكاتره النساء. تمام. انا بنتي مش بتجيلها الدوره. خلاص. طبعا تكيس المبايض ليه مراحل. اوكي. منها حاجات طفيفه جدا، يعني ممكن تبقى في تكيسات محتاجه انه التبويض يحصل كل كام شهر كويس، فالبنت كده ما عندهاش مشكله. بتحمل عادي جدا على فكره. خلاص. وفي بقى مراحل اللي هي التبويض فيها مش كويس خالص. طيب هي أوكي. في شكل للبنوته مختلف اللي هي عندها تكيس؟ هو ده احنا هنتكلم عليه بقى. اول حاجه عندنا اضطرابات الدوره الشهريه. تاني حاجه زياده افراز هرمون الذكوره. خلاص. زياده افراز هرمون الذكوره يعني بنتكلم انه بيبقى فيه توزيع غير مرغوب فيه في الشعر للشعر عند البنت. خلاص، يعني البنت بتيجي تقول لي ان انا عندي شعري بيطلع لي عند منطقه الدقن. خلاص. شعرها بتبقى تخينه شويه، غامقه شويه عن الشعر الطبيعي اللي هي بتشوفه، بيبقى الكميه نفسها كتير. كانها دقن بالظبط. مش انا زي ما قلنا هي مراحل.
خلاص. في ناس ممكن يبقى عندها حاجات بسيطه وممكن توصل ل فعلا الموضوع بيبقى واضح جدا. أيوة. خلاص. وطبعا ظهور شعر في منطقه الظهر وظهور شعر في منطقه البطن، ودي اماكن مش ده التوزيع الطبيعي للست. يعني لو ام شافت بنتها بالشكل ده تبدا بالزبط. ان هي تقلق وتبدا تروح للدكتور عشان تشوف هي عندها مشكله ولا بالزبط.